نبدأ دلوقتي. أنا عملت تسجيل وإحنا هنبدأ محاضرة جديدة. أنا عامة في العادي مش بحب أصلا التسجيل اللي بيتعمل على سواء كان بلاك بورد أو مايكروسوفت تيم هو اللي بيتبعت للطلبة. ليه؟ لأن بيكون في ديسكشنز كتيرة وتكون حاجات ممكن تكون مثلا سؤال في محاضرة فاتت. فيعني خلينا مثلا لو الفيديو ده أو التسجيل ده اتبعت وفهمت منه عادي، لو ما فهمتوش أنا في العادي بعمل تسجيل واضح للحاجة اللي عايزة تشرح بس، تمام؟ فبالنسبة للليكتشر بتاع النهاردة هنبدأ نشرح البي سي دي سبتراكشن. مبدئياً أول ما باجي أطلب منك إن أنت تعمل بي سي دي سبتراكشن قول لي مش هعرف، أنا اللي أعرفه إن بي سي دي أديشن، فهنعمل إيه؟ هنبدأ نحول سبتراكشن لأديشن. عشان تعمل سبتراكشن باستخدام البي سي دي بتحولها لأديشن، دي أول خطوة. بنعمل الحاجة دي إزاي؟ أولاً أنت بتبدأ تحول الرقم التاني اللي هو 1 2 4 1 2 5 4 اللي أنت بتقول الرقم ناقص رقم، فالرقم التاني اللي هو بيطرح ده بتبدأ تحوله لحاجة اسمها نعم؟ هو أنا البي دي اف اللي حضرتك مشيراه مش ظاهر عندي خالص، ودخلت وطلعت وبرضه مش ظاهر، ظاهر عندي شاشة سودا بس. فهل ظاهر عند طلبة؟ في ظاهر عند ناس تانية؟ وأنا ظاهر عندي أنا ظاهر عندي برضه. طيب هو لو ظاهر عند حد فالمفروض ظاهر عند الناس كلها، مش عارف. باشمهندس انت داخل على اللينك اللي احنا طبعا داخلين عليه دلوقتي صح؟ يا دكتور اللي هو بتاع تيمز، جربت دخلت من الموبايل برضو بشاشة سوداء. ممكن بس حضرتك تجربي بس يعني تقفلي الشير وتفتحي تاني بس. تمام ماشي. عشان كده بقى التسجيل يعتبر حاجة مش كويسة، فخلينا نعمل شير تاني. بس هو المفروض طيب دكتور انا بتهيالي التسجيل مش شغال اصلا، لان انا مش شايف فيه وقت اصلا عمال يعد بالنسبة للتسجيل من وقت ما حضرتك بدأتيه. انا عملت ريكوردنج ستوب ريكوردنج عندي اوبشن، انا التايم عندي شغال انا. يبقى وارد يكون معلق من يعني عندي انا. بص بص يا باشمهندس، دونت كير احنا هنشرح، ولو التسجيل ما طلعش شغال انا هسجل انا، فخلينا بس نركز في المحاضرة. اوكي يا باشمهندس تمام. بالنسبة للبي سي دي سبتراكشن بيديني رقمين، الرقم اللي انا هطرح منه والرقم اللي هطرحه. عشان ابدا اعمل بي سي دي سبتراكشن ببدا احول الرقم الثاني اللي انا هطرحه لحاجة اسمها ناينس كومبلمنت. ناينس كومبلمنت ايه هو الناينس كومبلمنت؟ ان انت بتبدا تشوف الرقم اللي اسمه 4 فاضل له كام ويبقى 9 فاضل له 5، فيبقى احط بدل الاربعه دي احط تحتها 5، وكذلك الرقم اللي اسمه 5 فاضل له كام ويبقى 9 فاضل له 4 فتكتب تحتها 4، الرقم اللي اسمه 2 فاضل له كام ويبقى 9 او يعني 9 ناقص 2 كام 7 فتحط تحتها 7، وكذلك الواحد تحط تحتها 8. فالرقم اللي اسمه الرقم ده اللي هو 1 2 5 4 لو عايز احوله للناينس كومبلمنت هيبقى الريزلت بتاعتي اسمها سوري هيبقى اسمها 8 7 4 5 تمام كده. والرقم ده هو اللي في الاخر اعمل له اديشن على الرقم الاصلي. دي اول خطوه لازم تعملها معايا يا شباب. فعشان اعمل بي سي دي سبتراكشن ببدا احول الرقم الثاني لحاجه اسمها ناينس كومبلمنت، بشيل الرقم الثاني واحط بداله ناينس كومبلمنت. طبعا الاديشن بتبقى السبتراكشن بتبقى اديشن. ايه اول حاجه بعملها؟ ان انا ببدا احول، طبعا دي تاني حاجه قصدي ان انا ببدا احول الرقم ده للبي سي دي بتاعه والرقم ده للبي سي دي بتاعه، وبعد ببدا اعمل اديشن عادي خالص زي ما احنا متعودين. يبقى دكتور ايه برضه يعني ما فهمتش حته التحويل. نعم اللي انا يعني مش فاهم حته التحويل اللي حضرتك لسه عاملاها، بس ينفع تعديها تاني؟ ماشي ما انا هقولها تاني. تمام دلوقتي انا عايزه السكند اوبريشن اللي هناخدها على البي سي دي اللي هي اسمها سبتراكشن. سبتراكشن بيجي لي الرقم بطرحه من الرقم الثاني. في العادي السبتراكشن في البي سي دي مش بنعرف نعملها، فدايما بنحول سبتراكشن لاديشن. عشان ابدا اعمل سبتراكشن
باستخدام الاديشن اول خطوه بعملها بحول الرقم الثاني للناينس كومبلمنت. الناينس كومبلمنت هو الرقم اللي لو اتضاف على الرقم ده بيديني تسعات، يعني بيديني 9 9 9 9 تمام. فانا يعني ممكن ابدا بالعكس، ان انت عندك الرقم ده هو الرقم اللي تحت ده اللي هو 8 7 4 5 هو الناينس كومبلمنت بتاع الرقم اللي فوق، بحيث ان انت لو ضفت 5 4 مع 5 هيديك 9، 5 مع 4 هيديك 9، 2 مع 7 هيديك 9، 1 مع 8 هيديك 9، تمام كده؟ ده الناينس كومبلمنت بتاع الرقم الثاني، دي اول خطوه انا بعملها. طبعا هو انا كاتب لي ايه هي الناينس كومبلمنت. الناينس كومبلمنت بي سي دي كود از ا نمبر ويتش اف ادد تو ذا ديسيمال نمبر ذا سام ويل بي 9. دي كانت فكره ان انا بحول الناينس، بجيب الناينس كومبلمنت للسكند نمبر. ثاني خطوه بعملها ببدا احول، طبعا خلاص المساله بتاعتي اتحولت لاديشن، فببدا اعمل اديشن عادي. لو انا فاكر الاديشن بتعمل ازاي، الاديشن ان انا ببدا احول كل ديجيت لاربعه ديجيتس على هيئه بي سي دي. خلاص فبحول السبعه طبعا ل 1 1 1 1 1 1 0 وهكذا بالنسبه للواحد والرقم اللي بعده. ببدا اعمل اديشن. الاديشن بتحصل ازاي؟ لو في حد بس عنده مشكله، انا ما اعرفش طبعا في حد فاهم الديتيلز دي ولا لا، بس حبيت ان انا اكد عليها. انت هنا لما باجي اقول واحد مع واحد، واحد وواحد كام؟ انا شايفه ان الريزلت زيرو. انا عرفت زيرو منين؟ انت بتبدا تشوف الواحد والواحد دي على انها كانها ارقام ديسيمال، تمام؟ وبتبقى شيء وتجاوب لنفسك واحد واحد كام؟ اثنين. فاثنين بالباينري بتبقى كام؟ على هيئه 0 1. فبتروح قايل 0 بتحط انت 0 هنا ويبقى معايا واحد، تمام كده؟ تمام كده؟ بعد كده بيبقى عندك واحد واحد و0، واحد وواحد و0. انا طبعا انا بشاور بالسهم بس مش عارفه السهم ظاهر عندكم ولا لا، بس اي هوب ان انتم متخيلين. انا لسه في اول رقم، واول رقم ده دلوقتي عملت سمشن لاول ديجيت 1 مع 1 اضافت بقى زيرو، لان انا عملتها انها كانها ديسمال، واحد واحد باثنين، فاثنين الريبريزنتيشن بتاعها زيرو 1، فاحط زيرو يبقى معايا ال 1. بعد كده اقول 1 و1 و0، 1 و1 و0 دول 2، 2 يعني زيرو معايا الواحد، تمام؟ بعد كده يبقى عندي 1 و1 و1 دول 3، 3 يعني 1 1، فاحط 1 ويبقى معايا 1، اوكي كده؟ بعد كده يبقى عندي 1 0 0، هيبقى الريزلت بتاعتي 1، اوكي؟ وهنفذ نفس اللي انا عملته دوت مع التو ديجيتس التانيين. هيبقى عندي مثلا 1 و0 1 0 0 0 0 1 1 و0 0 0. طبعا دي كانت سهله خالص. بالنسبه لل 0 1 1 وال 1 وال 1 1 1 دول 2، فيبقى عندي 0 ومعايا الواحد. بعد كده 1 0 1 دول عباره عن 2، فيبقى 0 ومعايا الواحد، اوكي كده؟ وبعد كده 1 و0 0 هيبقى 1 وهكذا، اوكي كده؟ طبعا احنا اتفقنا ان الرقم اللي هيطلع بعد الاديشن مش شرط يكون هو الفاينل ريزلت، لازم اشوف الـ كل اربعه ديجيتس دول هل هم موجودين في الجدول ولا لا. ولو الرقم لو كل نعم دكتور، هو واحد واحد وزيرو بيبقى زيرو ولا بيبقى 1؟ واحد وزيرو 1. طب لسه ماشي، اصل ساعات بلاقيها ساعات بلاقيها بزيرو. ما فيش حاجه اسمها ساعات. هو ساعات دي يعني لخبطت، يعني اتلخبطت، بس هو ده سؤال ودي اجابته. السؤال 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ومعايا ال 1، 3 وحايد يبقى 1 ومعايا ال 1، تمام؟ تمام. تاني 0 0 يعني 0 0 1 يعني 1 1 1 يعني 0 معايا ال 1، 3 وحايد معناها 0 معايا ال 1. دي الاربع كومبينيشنز اللي ممكن تقابلك وانت بتضيف ال 0 وال 1، اوكي؟ بعد ما بعمل الاديشن ويطلع لي ريزلت بتشيك، مش لازم يكون الريزلت ده هو الفاينل ريزلت، ممكن يبقى واحد من الاربعه ديجيت دول مش موجود في الجدول. اشوف مين اللي مش موجود في الجدول واضيف عليه 6 عشان اشفته ويطلع لي رقم جوه الجدول، اوكي كده؟ فطبعا واضح ان الرقم الاولاني ده وطبعا الاخير الاثنين دول مش موجودين في الجدول، فهضطر طبعا اضيف عليهم 6. ولما انا بضيف 6 احنا ممكن نتاكد دلوقتي برضو هيطلع لي رقم جوه الجدول،
وطبعا هيبقى فيه كاري، كاري يعني هيبقى اللي هو معانا يعني بقى واحد، يعني في واحد في الاخر. فاضيف الرقم اللي هو مثلا 00 هيبقى 0، 01 هيبقى 1، 110 معايا ال 1، 11 و0 دول اتنين، فيبقى 0 معايا ال 1 خلاص. طبعا بقى لي هنا كاري، الكاري ده هتحطه على الرقم اللي بعده. اوكي اتفقنا. طبعا انا لو معايا كاري بحطه على الرقم اللي بعده، لو الرقم اللي انا ماسكه ده في الاخر بضيفه على الرقم الاولاني. وطبعا ما بيبقاش الريزلت عندي هو الريزلت النهائي الا لما بيكون كل الارقام جوه الجدول. طبعا ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو انا عملت كده، عملت سميشن وطلع لي ارقام في منها مش في الجدول بضيف 6، وبعد ما ضفت 6 وخلصت طلع لي 4 ارقام وفي منهم حاجات مش في الجدول بضيف 6، بفضل اضيف لغايه لما يطلع لي كل الارقام جوه الجدول. تمام كده؟ مفيش حاجه اسمها انا بضيف 6 مره واحده او اثنين، بضيف لغايه لما كل الارقام تطلع جوه الجدول. طيب انا دلوقتي ضفت، هضيف مره واحده، انا بس عشان برجع، انا دلوقتي ضفت مره واحده وطبعا هعمل هضيف زيروز وانز وكده، هيطلع لي في كاري في الاليمنت الاولاني وفي كاري في الاليمنت الاخير. طبعا الكاري في الاليمنت الاولاني هضيفه على اللي بعد كده، لكن الكاري في الاخر هضيفه على اول رقم. فخلينا مثلا نعمل كده، ده هضيف الواحد ل 1010. طبعا الخمسة لما أضيف عليها واحد هتبقى 6، الرقم اللي بعد كده هيطلع زي ما هو عادي اللي هو ده هيبقى ريزلت، هيبقى ينزل عادي. وبعد كده هاجي عند الرقم ده، ده الرقم ده عايز يتضاف له 6. هو أنا بسكيب خطوات ولا أنتوا فاهمين؟ في يا حد دكتور مش فاهم؟ يا ريت بالراحة يعني شوية. أنا حاسة. طيب في السبتراكشن بحولها الاديشن، عشان اعمل اديشن بعمل اللاينز كومبلمنت. لما عملت اللاينز كومبلمنت بعمل بعد كده اديشن عادي، بحول كل الارقام لبي سي دي. تمام. الريزلت بتاع البي سي دي بيبقى بالمنظر ده، لو الرقم لو واحد من الارقام دي ما كانش جوه الجدول بضيف عليه 6. خلينا نعملها عادي خالص. بنضيف 6 ازاي؟ بتضيف 6 على الرقم ده بس، سوري، بتضيف 6 على الرقم ده بس لانه جوه الجدول بره الجدول، وبتضيف 6 على الرقم ده بس لانه هو بره الجدول. دكتور عايزين نضيف بقى، عايزين نشوف الريزلت. سيبنا. نعم يا حبيبي. معلش، هو ايه ال بي سي دي نمبر ده؟ عشان اللي هو ازاي يعني، ايه يعني ايه رقم مش بي سي دي؟ عشان انا الصراحه ما حضرتش اخر محاضره. اسمها اول محاضرة بس يعني. البي سي دي هو طريقة البرزنتيشن للرقم الديسيمال بشكل مشفر. تمام. بطريقة معينة خاصة. طب يعني ازاي اعرف ان ايه هو مش في هي بقى؟ الجدول؟ انا لسه ما خلصتش الإجابة. آه. البي سي دي هي عبارة عن لوجيك كود او طريقة بستخدمها عشان خاطر اعمل ريبريزنتيشن لديسيمال نمبر بطريقة مشفرة بطريقة معينة. الطريقة دي ايه؟ الطريقة دي ان انت لو عندك رقم اسمه صفر بعمل له ريبريزنتيشن في 4 ديجيتس. تمام. ومثلا لو الرقم اللي اسمه واحد بتعمل له ريبريزنتيشن في 4 ديجيتس. الاربع ديجيتس دول مش تأليف، الاربع ديجيتس دول ام اسيومنج ان انت فاهم ان الواحد معناها واحد. فلو انت الريبريزنتيشن بتاع الواحد في الديسمال بالنسبه للباينري كانت واحد، بتبدا تكمل الباقي الاصفار. تمام. لو انت الرقم اللي اسمه اتنين كان البرزنتيشن بتاعه في الباينري، انا ام اسيومنج انت بتعرف تحول من ديسمال لباينري، لما بنيجي نحول الاتنين لباينري بتبقى عباره عن 0 1 بس. بس انا عايز احول اخلي الرقم ده بي سي دي، بكمل الباقي اصفار. تمام كده. تمام ماشي. تمام تمام. بتيجي برضه عند الرقم اللي اسمه 3، بتحول الرقم اللي اسمه 3 من ديسيمال لباينري، بتلاقي انت مع نفسك بتطلعه ان هو 1 1، بس انا عايز اخليه في البي سي دي بعرف مكمل الباقي اصفار. تمام. يبقى انا كده عايز تحول الرقم من ديسيمال لبي سي دي، انت بتحوله لباينري عادي، بتحوله لباينري عادي بفرض ان انت عارف ازاي تحول لباينري. بس بعد ما بتحوله لباينري بتشوف الريزلت اللي طلع لك دي، طلعت عباره عن كام؟ لو 2 هيطلع مثلا عباره عن 0 1. بس انا بتبدا تحول تحط الرقم ده في 4 ديجيتس، بحيث ان انت بتضيف اللي بتكمل ال 4 ديجيتس بصفار. فلو كان عندك 0 1 بتحط صفرين.
تمام. طبعا الريزلت بتاع الاربعه مثلا كان 0 0 1، بتروح ضايف 0 1. اهم حاجه ان انت في الاخر الريزلت بتاعك او الفاينل ريزلت بتاع البي سي دي بيبقى عباره عن 4 ديجيتس. اوكي كده. طبعا لو كان الرقم عباره عن 8 وال 8 اصلا البوزيشن بتاعها في الباينري كان عباره عن 1 3 اصفار، يبقى خلاص كده هو اصلا مش هتضطر تضيف اصفار على الشمال. اوكي. المعلومه الثانيه في البي سي دي هو ان انت ما بتبداش تحول اي رقم الا لما بيكون من 0 ل 9، ما ينفعش تحول رقم اسمه 11. فعشان كده في بعض الارقام في الدنيا مش هتلاقي، مش هينفع ان انت تحولها لبي سي دي. اوكي. الارقام اللي بتتحول لبي سي دي 0 ل 9. عشان كده انت ممكن تيجي وانا بحل هنا باجي اقول لك اجمع الارقام، ممكن يطلع لي الرقم ده مش جوه الجدول، مش جوه الجدول يعني، هو لما باجي احوله مش هيطلع لي 9 او 8 او 3 او 2، هيطلع لي مش هنا. تلاحظ كده تلاقي 0 0 1 1 مش هتلاقيه هنا، 0 0 1 1 ده اللي هو 12، فمش هتلاقي 12 هنا. اوكي. فبحل المشكله دي ازاي؟ بضيف على الرقم ده 6. عايزه اعمل الاديشن يعني ان انا ضفت 6 على كل واحد بالراحه زي ما في ناس طالبه. بتعمل ايه هنا؟ عندك 0 و0 0 0 و1 1. لو في حد بيكتب ورايا هو الناتج هيطلع هنا، بس عايزاها ما تظهرش. وبعدين 1 و1 عباره عن 0 معانا ال 1، 1 و1 و0 عباره عن 0 معانا ال 1، هيطلع لي 0 معانا ال 1. تمام. طيب انا في الاخر ببقى عايز بس الفاينل ريزلت يبقى عباره عن 4 4 ديجيت، فالرقم اللي في الاخر ده بسميه كاري. كاري يعني بحطه فين؟ بضيفه على الرقم اللي بعد كده. فاجيب الواحد ده واضيفه هنا، الواحد ده هضيفه على الخمسه دي، وكأن انا عامله زائد هنا او بلس، يبقى 1 0 1 0 زائد 1. شوف انت بقى، 1 تضاف عليها 1 تبقى كام؟ هتبقى 0 معايا الواحد. تمام. بعد كده عندك 1 و0 يبقى 1، الرقم ده يطلع 6. دي ال انا كان عندي هنا 1، ضفت الواحد ده على الواحد اللي هو كان كاري، اداني 0 معايا الواحد. بعد كده الواحد اللي هو كاري مع الصفر، 1 و0 1. وبعد كده عندي 1 ومش هيتضاف على حاجه هيبقى 1، الصفر مش هيتضاف على حاجه تحتها هتبقى 0. اوكي. فيبقى ناتج جمع الخمسه مع الواحد اللي هو كان كاري من اللي قبلي هيبقى 6. الرقم ده ينزل زي ما هو لان مفيش حاجه بتتجمع عليه. تمام. بعد كده هاجي عند الرقم ده اللي هو 1 0 1 1 0 1، بضيف عليه 6. الاضافه بتبقى ازاي؟ عندك 1 زائد 0 بيديني 1، بعد كده 1 مع 1 بيديني 0 ومعايا الواحد. تمام. 1 1 اللي هي 2، ف0 معايا الواحد. بعد كده 1 0 1 2 يعني 0 معايا الواحد، 1 1 0 دي 2 يعني 0 معايا الواحد، 2 دي يعني 0 و1. طلع لي هنا كاري في الاخر، الكاري ده بضيفه على الرقم الاولاني. تمام. كاري اللي هو ده، لان انا ببقى عايز 4 بس، سوري بقى عايز 4 بس هنا مش راضي يعني. فانا عايز اتخلص من الكاري اللي في الاخر ده، بروح ضايفه على اول رقم. تمام كده. هي بروسيجر يا شباب، انتوا بتبقوا انك تضيف، دي معلومه لازم تعرفها في العموم، تضيف ازاي 0 1 وكده، خلاص انا عرفتها. انك لازم تضيف 6 لو الرقم طلع بره الجدول، دي معلومه لازم تعرفها. كومباين كل الاثنين دول مع بعض بس، خلاص. فالسبتراكشن بتحول لاديشن، في الاديشن الريزلت اللي طلع لي ما بعملوش كونسيدريشن ان هو الفاينل ريزلت الا لما بتاكد ان كل الارقام جوه الجدول. بضيف 6 وبعد كده بشوف الرقم النهائي. الرقم ده طلع كل ارقام الديجيتس بتاعته جوه الجدول، بحيث لما اعمل لها مابنج هلاقي 1 1 0 0 1 1 0 0 ده رقم اسمه 3، فهحط 3. تمام. بعد كده عندي 0 1 1 0 الرقم ده 6، فهحط 6 وهكذا. اوكي. فالرقم نتيجه طرح الرقمين اللي كانوا عندي اسمه 1 9 6 3. تمام كده يا شباب. هي مسألة وليها طريقة حل،
بشرح، انت بتقعد مع نفسك بعد كده تفهمها، يعني مش شرط تفهم 100% وانا قاعده. انا طبعا اتمنى ان تفهم 100% وانا قاعده، بس يعني فاهمني، حط في دماغك ان انت هيجي وقت هتقعد مع نفسك وتفهمها. ف مش عارفه اللي انا قلت ده يعني، بس انت في نسبه، في حد فاهم؟ محدش فاهم؟ انا عامله ميوت لقول ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه، هو بلور هاند ولا بنزل ولا معلش يا شباب، دلوقتي في كذا حد رفع ايده، انا المفروض اعمل ايه؟ انا عن نفسي فاهم يا دكتور، رافع ايدي بقول ان انا فاهم. رفع ايدك يعني فاهم. طب انا لو انت رافع ايدك وانا عايزاك تتكلم، انت بتتكلم اصلا من غير ما انا اسمح لك؟ يعني ده مجرد سؤال يعني، يعني انت رافع اه يا ايدك دكتور ده بتكلم على معناه ان طول، انت انا معاك فاهم. ارفعها، انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي اهو. اصل احنا والله عندنا ترفع ايدك معناه ان احنا عايزنا نسمح لك تتكلم، فانا عايز اسمح لك لقيتك بتتكلم، فاللي هو يعني اهلا وسهلا يعني. العافية يا دكتور، معلش يا معلش. جماعه عشان ايه. تمام. فخلاص محمد احمد فاهم، بس محمد بس؟ معقوله يا جماعه بجد؟ والله ده انا بجد حاسه ان انا شرحت بقالي كتير، يعني اما انا بشرح كتير كل ده مش فاهم. وعبد الرحمن يعني طيب. طب سيبنا من انت مش فاهم، اللي مش فاهم، مش فاهم ايه بالظبط، او في ايه فرق؟ فانا بشرح مثلا، بشرح بسرعه، ام اسيومنج حاجه انت واخدها، اعيد تاني عادي من غير ما حد يرفع ايده، يعني ممكن حد يتكلم عادي. دكتور شوية يعني، يعني بس لو حضرتك بس يعني تعاملينك كده مش فاهمين أي حاجة، ايه يعني حاجة تعاملينك كده مش فاهمين أي حاجة، هو بس والله العظيم بعملكم كأنكم هو فعلا يعني انا اصلا لا يعني لا. بص هقول لك على حاجه، انا دلوقتي لما باجي اقول مثلا ايه، طبعا زيرو زيرو يعني 1 1، حضرتك تقول لي جبتيها منين؟ زي بس الباشمهندس قال لي ايه البي سي دي، البي سي دي طبعا اتشرحت، بس هو لما قال لي ايه هو البي سي دي شرحت ايه هو البي سي دي، يعني يعني شرحت ليه الرقم مش عارفه ايه 6، شرحت. فانت اللي انت يعني وضح لي انت ايه اللي مش فاهمه، ما تقولش كل المساله مش فاهمها، تعالى عند نقطه معينه قول لي انا مش فاهمها. اصل انا مثلا بقول لك السبتراكشن بحولها لاديشن، انا بشرح بخطوات، فانت تقول لي لازم تبقى فاهم، يعني انت فهمت النقطه دي. ممكن تقول لي مثلا هو ليه حضرتك عملت اديشن؟ بقول لك عشان خاطر دي اول خطوه بتتعمل في سبتراكشن، يعني وضح لي انت ايه اللي مش فاهمه عشان اشرحه لك، لكن انا اشرح كله فطبعا الكاري يعني المشكله فيك انت. الكاري تمام يا دكتور، نعم ده الكاري ده مثلا ما فهمش حته الكاري دي جبتها منين، او يعني الكاري يعني اللي هو مثلا بتقول ايه، صفر واحد واحد يعني ده معناه اتنين، فاتنين بالباينري يعني زيرو وان، تمام؟ فزيرو وان انت بتبقى عايز تحط زيرو بس، والواحد ده تحطه بقى فوق، فوق يعني ومعانا الواحد، معانا الواحد دي بالعربي يعني اسمها معانا الواحد، بالانجلش يعني كاري، لو حد كان كاري يعني ماسك حاجة في ايدك تانية يعني، تمام؟ فالكاري هو الرقم اللي بيتبقى من الجمع، لما بتيجي تجمع حاجة مع حاجة بيبقى بيبقى مثلا صفر ومعانا الواحد، يعني صفر والكاري واحد، تمام كده؟ هي دكتور بس الانجليش بس. انا يعني لا انا فاهم، بس اللي هو يعني دلوقتي 1 1 مثلا الرقم اللي على اليمين ده اللي فوق 1 1 0 تمام، اللي بعدين هو اول رقم بعدين ال 1 ماشي اللي جنبه ده ليه، ليه في اي 1 تاني ليه كاري ده بقى منين بقى؟ ليه، ماشي عادي، اللي هو اللي هو ده صح؟ ال بتتكلم ال على كده انا بتكلم اللي هو الرقم اللي فوق على اليمين، يعني انت بتتكلم على الرقم ده ليه فوقه ده صح؟ اه هو في الاصل لو احنا رجعنا في السلايد من الاول هتلاقي هو ما كانش فوق، وما كانش فوقه، هو انا جه فوقه نتيجة حاجة احنا عملناها، تمام؟ يعني واحدة بس، واحدة كده، أول حاجة حصلت الرقم ده كان كده، خلاص كده؟ احنا هنعمل حاجة هيظهر الوحيد دي فوق، ايه الحاجة بقى اللي احنا عملناها؟ أنا قلت واحد مع واحد ده اتنين، صح كده؟ واحد واحد اتنين، فاتنين بالباينري زيرو وان، فهحط زيرو يعني أنا او كاري 1 ممكن فعلا. هحط زيرو وهيبقى فيه كاري 1، الكاري ده بيتحط فوق،
تمام. الرقمين دول فضلوا ثابتين ما اتغيروش، الرقمين اللي هو 0 و3 وحايد وده ثابتين، الرقم اللي فوق ده هو بيبقى الكاري. الحاجه اللي انت ايه يعني عادي، احنا كنا خريجين ثانوي فاكيد كان بيبقى والباقي واحد والحاجات دي، فالكاري بيتحط فوق، فاهمني؟ انت عندك واحد وواحد ده عباره عن اثنين، فالاثنين عباره عن 0 1 فيبقى 0 والكاري 1 او معانا 1. بعد كده تروح جامع بقى واحد وواحد و0، واحد وواحد وواحد واحد وزيرو ده عبارة عن اتنين، اتنين يعني زيرو وان، فيبقى زيرو ومعاه الوان اللي هو الكاري وان. بعد كده هتمسك الوان ده الأخير، وان وان وان، تلاتة وانز كده، يعني الرقم ده واحد وواحد واحد يعني تلاتة، تلاتة بالباينري يعني وان وان، فهتنزل وان ويبقى معاك كاري وان، تمام كده؟ تمام. بعد كده بقى تروح واخد الواحد والزيرو والزيرو ده معناه واحد. بس دي ده انا في اجابه سؤال شرحت الاديشن وشرحت الكاري ده او الارقام اللي موجوده دي فوق. بس هو انت اديني سؤال وما تسيبش نفسك للاخر يعني، فاهمني؟ اديني سؤال انا اشرحه لك، اديني سؤال انا اشرحه لك، لكن مش فاهم السبتراكشن غلطه مين مثلا. اول ما قلت الناينس كوم اللي بنت حد قال انا مش فاهم، فيعني تمام. فاحنا اي هوب ان البازل تو بي كومبايند مع بعض والناس تبقى فاهمه. لو ممكن اشرح السبتراكشن تاني من الاول برضو عادي عادي عادي، انا مش هكونسيدر التسجيل ده يعني، هعمل تسجيل لوحدي لو يعني احنا دلوقتي انت بتسال وانا بعيد، فاهمني؟ فممكن اعمل تسجيل لوحدي، فممكن اسيب بس التسجيل في المايكروسوفت لما يتبعت ان هو مثلا يبقى الديوريشن بتاعه ساعه او ساعتين او ساعه ونص بيبقى مشكله، فعشان كده اقول اعمل تسجيل لوحدي. التسجيل لوحدي بيكون عباره عن نص ساعه، فاحنا التسجيل مع بعضنا عادي ممكن يطول عادي، تمام؟ ف حد عنده انا مش عارفه مش شايفاكوا، هل حد عنده حابب ان انا اعيد السبتراكشن من الاول؟ انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، انا مش شايفه اي رزهند. هل انا مش شايفه ولا هو فعلا ما فيش؟ طيب ما فيش، طيب. فالسبتراكشن والاديشن دول تو ميثودز بستخدمهم في البي سي دي، بيساعدني فيهم ان انا بجمع وبطرح ارقام باينري مع بعض. كل واحده فيهم لها بروسيجر، لازم تبقى واخد بالك ان الجدول بتاع البي سي دي يا اما يبقى جنبك يا اما تبقى حافظه اثناء ما انت بتعمل سبتراكشن. الريزلت بتاع السبتراكشن ما ينفعش اكونسيدر الريزلت دي هي النهائيه الا لما اتاكد ان كل الارقام موجوده في الجدول، يعني في رينج الريزلت يبقى من 0 ل 9. بس الفرق الوحيد بين السبتراكشن والاديشن اول خطوه انك بتبدا تحول تاني رقم للناينز كومبلمنت، بعد كده المساله كلها بتتحول للاديشن. طبعا انا قلت عايزين نعيد السبتراكشن، محدش جاوب، فاحنا بقى بنعمل سبتراكشن للنيجاتيف نمبرز، اوكي كده؟ يعني ايه سبتراكشن للنيجاتيف نمبرز؟ ان انت لو انت عايز تطرح رقم نيجاتيف، تمام؟ بنبدا نعمل ايه؟ لو انت عندك رقم بتطرح منه رقم نيجاتيف او بتجمع عليه رقم نيجاتيف، مبدئيا سبتراكشن، احنا اتفقنا ان سبتراكشن معناها ايه؟ سبتراكشن معناها اديشن، بس بحول اول رقم للناينز كومبلمنت، خلاص؟ فلو انت عايز تعمل سبتراكشن بتبدا تحول الرقم الثاني ده، تبدا تحوله للناينز كومبلمنت بتاعه، تمام؟ بنجيب الناينز كومبلمنت بتاع الرقم ده، وطبعا اتفقنا ان الناينز كومبلمنت في بي سي تو كود از ذا نمبر ويتش اف اد تو ذا اوريجينال كود از ذا سام ويل بي 9. الناينز كومبلمنت هو الرقم اللي انت لو ضفت على الرقم ده يديك 9999. التسعه السبعه عايزه تبقى تسعه تبقى نعمل عليها نضيف عليها 2، الواحد لو عايز انها تبقى تسعه يبقى نضيف عليها 8، تمام؟ الناينز كومبلمنت بتاع الرقم ده عباره عن 2 8 7 6، السبعه زائد 2 9، الواحد زائد 8 9، الاثنين زائد سبعة تسعة، التلاتة زائد ستة تسعة، تمام؟ ف
بتطرح ارقام، تطرح ارقام عاديه، تطرح ارقام نيجاتيف نمبر، هي يا بتحول اول حاجه بتعملها بتحول الرقم الاولاني لناينس كومبلمنت. الرقم الكومبلمنت بتاعي ده كان اسمه 6782، تبدا تحط الرقم اللي هو اسمه 6782 هو اللي تحت الرقم الاولاني. تمام. ونبدا نحول السبتراكشن اللي عندي لاديشن، فبتروح قايل الرقم ده زائد الرقم ده خلاص، بس طبعا بتروح ضايف قدامه اشاره سالب لان هو اصلا كان في الاصل سالب. خلاص. طيب، اول حاجه بتحول الرقم الثاني لناينس كومبلمنت، والناينس كومبلمنت هو ان الرقم ده بتشوف ايه هو الحاجه اللي بتخلي الريزلت بتاعه 4 تسعات. تمام. وتضيف عليه ايه فبيديني 4 ساعات، او ممكن تقول 4 ساعات ناقص الرقم ده يديني ايه، 4 تسعات ناقص الرقم ده، 4 ساعات ناقص الرقم اللي اسمه 3217 يديني ايه، 4 تسعات ناقص الرقم ده يديني الرقم ده، يبقى ده الناينس كومبلمنت بتاعه. دي اول خطوه، تبدا الرقم ده للبي سي دي والرقم ده للبي سي دي، دول كام رقم؟ 4، فالمفروض يظهر لي هنا بي سي دي 2 3 4. ايه الخامس ده بقى؟ ما كانش فيه خامس قبل كده، ما بعمل سبتراكشن او اديشن ما كانش بيبقى فيه خامس. الخامس ده بيماب الساين، بيماب الاشاره بتاعت الرقم ده. الرقم ده لو كان بوزيتيف بتحط له اشاره 4 اصفار، الرقم ده لو كان نيجاتيف بتحط له اشاره 1001. تمام. يبقى عشان اعمل سبتراكشن في البي سي دي بحول اول رقم للناينس كومبلمنت، وبعد كده المساله بتتحول لاديشن عادي. عشان اعمل سبتراكشن في البي سي دي والرقم الثاني نيجاتيف، ببدا احول اول رقم للناينس كومبلمنت عادي خالص عشان احولها لاديشن. ثاني خطوه بعملها ان انا ببدا اضيف اشاره النيجاتيف، اشاره بتماب يعني بضيف بي سي دي كود بيماب الساين او الاشاره بتاعت الرقم. فالرقم الاولاني ده كان بوزيتيف والرقم الثاني ده كان نيجاتيف، بحط 1 0 0 1. دي ارقام ستاتيك، ارقام ثابته، لو انت موجب بتحط 4 اصفار، لو انت سالب بتحط 1 0 0 1. اوكي. تبدا تعمل اديشن عادي. اوكي. تمام. عايز اضيف الرقم ده، لو فرضنا ان احنا نراجع الاديشن، عندك 0 و0 0، 1 و0 1 1 و0 1 0 و0 0. ده انا عملت الوقت هعمله مع الديجيت اللي بعد كده، 1 و0 1 و0 و0 0، وال1 و0 1 وال1 و0 1 1. تمام. تبدا تعمل اديشن عادي. طبعا هتيجي عند الساين هتعمل لها اديشن برضه، هيطلع لك 1001. انت عندك 0 و1 1 و0 و0 0 0 و0 0 و1 و0 1. تمام. طيب، طلع لي ريزلت بعد الاديشن، بعمل ايه؟ بتشوف الرقم، الارقام دي كلها موجوده جوه الجدول ولا لا؟ لو كانت موجوده جوه الجدول خلاص يبقى ده الفاينل ريزلت، لو ما كانتش موجوده جوه الجدول ببدا اضيف 6. فطبعا واضح ان الرقم الثاني ده هو بس اللي كان بره الجدول، بضيف عليه 6. لما انا بضيف هنا يا شباب الرقم ده يحصل له ايه؟ حد يقول لي الرقم ده يحصل له ايه؟ مفيش خالص. هو الناس اللي زي ميتنج مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. حد يجاوب عادي، الرقم ده ينزل زي ما هو لان ما حصلوش حاجه. تمام. انا عندي انا اسال سؤال وحد يجاوب، انا الاجابه كانت موجوده دلوقتي بس اسال سؤال دلوقتي. يا جماعه انا ضفت الرقم ده مع الرقم ده، هل الرقم ده هو الفاينل انسر؟ الرقم ده هو ان الانسر؟ حد يجاوب، لازم حد يجاوب، مش هكمل لما حد يجاوب. لازم مش باين ان
هو بيتحرك، ايه؟ الماوس بتاع حضرتك مش باين ان هو بيتحرك، فبالتالي مبقاش عارفين انت بتقصدي انهي. علي صوتك يا باشمهندس، علي صوتك او استعمل يعني علي الصوت عندك. ولا حضرتك الماوس في السكرين الظاهر بتاع بيتحرك، يعني انا مثلا باجي اعمل كده دي مش ظاهر عندك ان في 0110 دي هايلايتد؟ اه دلوقتي هي هايلايتد. طيب انا مش مهم الماوس، انا بتكلم، انا ما باجي اعمل يعني بعدين ابقى اشوف الطريقه دي، بس انا دلوقتي عندي ان هو انا بتكلم على الرقم اللي انا هايلايتد دلوقتي، عملت اديشن وطلع لي ريزلت، الريزلت اللي انا ما عاملاه هايلايتنج دلوقتي الرقم ده هو الفاينل انسر او لا او مش عارف اي حد. مش هتعمل، لازم حد يجاوب. موجود في الجدول الرقم ده هو الفاينل انسر؟ ايه؟ في ارقام مش موجودة في الجدول. في ارقام مش موجودة في الجدول، الرقم التاني ده هو اللي مش موجود في الجدول. ففي ارقام مش موجودة في الجدول، فالاجابة ان الرقم ده مش هو الفاينل انسر، لازم الارقام دي كلها تكون موجودة في الجدول. بحل المشكلة دي ازاي؟ بضيف 6 على الرقم اللي مش موجود في الجدول. تمام؟ طيب هاجي عند الرقم ده معايا، الرقم ده ما ضفتلوش 6 ماشي، الرقم ده انا ما ضفتلوش 6 فينزل زي ما هو. يعني لو احنا وصلنا للاخر كده هتلاقي ان الرقم ده نزل زي ما هو. تمام؟ يعني عندك 0 1 1 اللي انا عملته ان انا عايز اضيف على ده 6 بس. هو اصلا البرزنتيشن معموله بشكل غلس، مش انا اللي عاملاها، بس خلينا واحده واحده. الرقم ده مش هو الفاينل انسر، هعمل ايه؟ هضيف على الرقم اللي تحت ده 6، خلاص هضيف عليه 6. لما انا هضيف عليه 6 الرقم ده ما اتضافش عليه حاجه، فينزل زي ما هو تحت. تخيل كده ان في الناتج النهائي عندك كده، سيبنا بس هيطلع لك الرقم ده كده 0 1 1 1. تمام كده؟ تمام. هاجي بقى تاني خطوة، الرقم ده يبقى اسمه 1 أضيف عليها اللي هو 6، فيبقى عندك 1 اتضاف على 0 هيبقى 1، والصفر هيتضاف عليه 1 هيبقى 1. بعد كده الواحد أضيف عليها 1 هتبقى 1 1 2، يعني صفر معايا الواحد. إيه الأمل ده؟ مش صح كده؟ صح؟ دي 1 ودي 1 ودي 0 معايا الواحد، 1 1 عبارة عن 0، ماشي، 1 1 عبارة عن 0 معايا الواحد، فالكاري اتحط هنا، اوكي كده؟ الكاري اتحط عند الرقم اللي بعده، هاجي الرقم ده هضيف عليه 1، هيتضاف عليها الرقم اللي اسمه كاري، هيبقى 1 1 0 ومعايا 1، حط الواحد هنا، 1 و0 1، 0 ومش بتضاف عليها حاجة تبقى 0. وواحد مش متضاف عليها حاجه تبقى ايه؟ تبقى 1. والرقم ده ينزل زي ما هو لو ما اتضافش عليها حاجه خالص. في حد مش فاهم حاجه في الخطوه دي؟ يعني عادي خالص، عادي، انا مش هزهق ولا هتنرفز ولا اي حاجه خالص، واعمل نفسي مش واخده بالي، واللي هتسال هجاوب عادي خالص. انا عايزه يعني بجد والله، انا طبعا عارفه ان دي اول محاضره اونلاين، وعايزه اعرف بس يعني المشكله جايه منين؟ المشكله ان مفيش انتر اكشن ومفيش الخطوات بتعمل واحده واحده على البورد، ولا المشكله جايه من ان بشرح بسرعه كده كده مش هتفهموا؟ عايز اعرف برضو يعني بجد والله، يعني حد يتكلم معايا. دكتور كله تمام؟ انا مش قول وكله تمام دكتور، بس شويه بطء. شويه ايه؟ بطء في النت شويه عند حضرتك، فالحاجه مش يعني قلب، يعني الصوت عندي بيروح بيوصل لكم متقطع؟ لا بس حركه الماوس، حركه البورد شويه بتبقى بطيئه بس. تمام. يعني
دي مشكله طبعا. انا ببعت حاجه على النت دلوقتي بس مش قادر اعملها كانسل لان انا عدت ال 60%. ف خلينا بس مشكله في الفهم، في حد في حاجه مش فاهمها يعني، ولو مش فاهم مش فاهم. لا دكتور احنا عادي يا جماعه، عادي، وبنشوف لو الناتج في رقم مش في الجدول فاحنا بنزود عليه 6. وانك تضيف، بتعرف تضيف ازاي يعني، بتفضل بتعرف تضيف ازاي رقم باينري مع رقم باينري، لو طلع لك صفر مش عارفه مع صفر هيطلع لك صفر يعني، بتعرف تعمل كاري. هي انت اول حاجه لازم تعرفها انك تضيف 6، وبعد كده تضيف 6 اصلا دي معلومه، وان انت بتضيفها ازاي دي معلومه تانية. فانك تضيف 6 عرفناها، ونضيف ازاي دي عرفناها، تمام كده دكتور؟ انا عايز اكد على دي. ايوه اتفضل. بعد اذنك، انا ينفع اجيب الديسيمال على طول من غير ما اضيف الستة؟ يعني هو تقريبا اول رقم اللي هو 0110 ده يبقى 6، و11011 ده يبقى 13، واجيب الناتج بقى بعد كده الديسيمال كامل يعني واكتبه، ولا لازم اضيف الستة؟ لازم تضيف الستة يا حبيبي، مش هتعرف. هتضيف مثلا الرقم اللي اسمه 011، يعني 011 ده اسمه مثلا مش عارف 4 ولا صفر اسمه واحد ست، واحد صفر تمام؟ ده 6، وواحد صفر ست. واحد واحد ده استنى بس، استنى بس ده 6، ينفع تقول الفاينل ريزلت الاول ديجيت 6. الرقم ده اسمه 13 مثلا يعني، او 11، ينفع تقول 6 جنبها 13؟ احنا نكمل بقى بقية الرقم، مش هيبقى يعني تقول انت وبعد كده 13 هيبقى مثلا مثلا، 9 7 9. يا سلام، يعني 6 13 9 7. انت عايز تعمل كده؟ هو في اصلا حاجه اسمها 13 يعني؟ في رقم بياخد حاجه احاد وعشرات، وبعد كده تبدا من المئات، وهو اصلا كان مكانه المئات؟ ما ينفعش، ما تضيفش 6، تفهمني؟ بالخطوات ما ينفعش، وبالمنطق ما ينفعش. يعني لو جربت تعمل من غير 6 هيطلع لك رقم مش هو ده. ايه 6 13 9 مش عارف ايه ده، الرقم ده اسمه ايه؟ مش هو الفاينل انسر، انا بتكلم على الفاينل انسر. تمام؟ هو لا، مش انت عايز تجيب الفاينل انسر بطريقه ايه؟ مش هو اللي انت قلت لي الطريقه، ولا في طريقه تانية ما فهمتهاش؟ لا، هي دي اللي انا قلتها. لا، الطريقه اللي انت قلتها دي غلط، تمام. لازم تضيف 6. انا كنت متخيلك مثلا تقول لي ايه، انا ممكن اجيب بدل ما اضيف الستة ابقى عارف الرقم ده مثلا، عارفه مثلا 13، 13 لما تضيف عليه 6 بدماغك كده من غير ما تضيف بديجيتس، مثلا 13 يبقى 14 15 0 1 2 3، يبقى الرقم اسمه 3. ممكن تعمل كده ويطلع لك 3، تفهمني؟ لكن مش يعني دي كده ممكن تحل بسرعه، لكن ما تقولش مثلا صفر ومعايا صفر وواحد يعني واحد وصفر كده، انت بتعمل بالتفصيل صفر وواحد واحد صفر وواحد واحد. ممكن تعمل كده، وممكن تعملها بسرعه انك تقول ال 13 لو ضفت عليها 6 بحيث ان انا ارجع في الجدول يطلع لي 3. دي طريقه ممكن توصل في الاخر لرقم عادي، لاجابه صح عادي. طب حضرتك، ما اللي هي 1010 دي هي تقريبا كام؟ 10 صح؟ مش موجودة هنا في الجدول، فهرجع أضيف عليها 6 تاني فهتبقى 1 و... صح؟ لو احنا نركز في المسألة دي هتلاقي ان انت هتضيف تاني. طب يعني ممكن نكمل بس واشوف الريزلت النهائي، يعني ممكن نكمل لحل المسألة ونشوف الريزلت النهائي صح؟ عمرها ما هيكون 13 يعني، بس ماشي. لما انا عملت ضفت 6، معلش يا شباب، لما انا ضفت 6 شفت الريزلت دي، طلع الرقم الاولاني ده هو اللي عايز اضاف له 6، ضفت له 6 طلع لي الريزلت دي. الريزلت دي هل هي الريزلت النهائيه؟ مش عارف، ببدا اشوف كل رقم هل موجود في الجدول ولا لا، لقيت ان الرقم ده مش موجود في الجدول اللي اسمه 10، 10 ده مش موجود في الجدول، هضطر اضيف 6، تمام؟ وطبعا وانا بضيف الرقم ده ينزل زي ما هو عادي لان مفيش حاجه تضاف تحته، والرقم ده ينزل زي ما هو عادي لان مفيش حاجه تضاف تحته، وهبدا اضيف الرقم ده. عايزين نعملها بالتفصيل عادي، عندك صفر مع الصفر يدينا صفر، واحد مع الواحد واحد مع الواحد صفر ومعايا الواحد، تمام؟
بعد كده لو حد بيكتب يعني، بعد كده صفر ومعايا صفر واحد واحد، وكان معايا واحد هيبقى صفر معايا الواحد. ده بعد كده هيبقى واحد وواحد وصفر، هيبقى صفر معايا الواحد. دكتور، هو الواحد اللي على الواحد اللي تحت الرقم الثالث من اليمين ده، ده هو جاي من الرقم اللي قبليه ده ولا جاي منين؟ انا مش هورع على قصدك الرقم ده. اللي هو دكتور، اللي هو الناتج من جمع اول رقمين. يعني اللي معمول عليه دايرة سيركل احمر كده، ولا اللي انا عامله له هايلايتد؟ اللي هو انهي واحد اصلا؟ 1001 وتحتيه واحد. اللي هو ده ده جاي من وتحتيه جمع واحد، الستة صح؟ اللي قبل الرقم. جاي من جمع الرقم ده مع الستة. هي بس المشكلة كلها في طريقة البرزنتيشن بس، تمام؟ انت بتجمع الرقم ده مع الرقم ده. الدي ده اداني اللي هو اللي اسمه ثلاثة ده، وكان فيه كاري ون معايا، ايوه دكتور. تمام. بس بعد كده بقى لما انت تيجي تضيف ستة هنا، هيطلع لك أربع أصفار واحد، وتضيف الواحد طبعا على الرقم اللي فوق ده اللي هو ده. هيطلع لك ده الفاينل أنسر، تمام؟ لما بنيجي الأرقام دي كلها نلاقيها كلها جوه الجدول، وهتلاحظ إن هو حط هنا الناتج ده كله، الواحد صفر صفر ده حطه هنا، تمام؟ لأن ده بينما بالإشارة. تبدأ تحول كل رقم من دول، تشوف ده مثلا ستة، ده ثلاثة، ده صفر، ده ثمانية، فهيبقى ده الناتج النهائي، وتحطه قدامه إشارة. ستة، ثلاثة، صفر، ثمانية، تحط قدامها إشارة اللي هي السالب، اللي هي واحد صفر صفر واحد، دي يعني إشارة سالب. بس ال subtraction في النيجاتيف له خطوات مختلفة عن subtraction في البوزيتيف. في final step موجودة هنا بعد ما بعمل ال subtraction في النيجاتيف، انت في الاخر بتجيب ال 9th complement of the number result، الرقم اللي اسمه 8 0 3 6 ده بتجيب له ال 9th complement برضه. يعني في الاول بتجيب ال 9th complement، وفي الاخر بتجيب ال 9th complement. ده في ال subtraction في النيجاتيف بس. يبقى ال final result بتاعي اسمه 1 9 6 3 بالسالب. 1 9 6 3 ازاي؟ اللي بتقول 9 9 9 4 ساعات ناقص الرقم ده، 9 ناقص 6 3، 9 ناقص 3 6، 9 ناقص 0 9، 9 ناقص 8 1، تمام؟ فيبقى ده نتيجة ال 1 9 6 3 ده، ده الفاينل انسر بتاع السبتراكشن في النيجاتيف. ممكن هو ده ايه؟ ليه الصورة دي محطوطة؟ صورة مين دي؟ تمام. طيب ممكن ناخد بريك واحنا موجودين دقيقتين بس كده او حاجه. ما حدش طبعا يروح في مكان، يعني دقيقتين بس كده، عشان حاسه ان انتوا ممكن يكون جرالكوا حاجه. احنا لغايه دلوقتي خدنا بس السبتراكشن في البوزيتيف والسبتراكشن في النيجاتيف، والسبتراكشن بيتحول للاديشن. فالساعة 11 و2 و24، ممكن مثلا 26 كده نبدأ نتكلم تاني، اللي عايز يشرب، اللي عايز يقوم من مكانه، الحاجات اللي هي بتاعت ال دكتور. يعني كده الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف ان بعد ما بجيب الريزلت بتاع النيجاتيف بطرح منه اللي هو الرقم اللي هو 4 ساعات ده، مظبوط؟ بتجيب في الاخر خالص ناينز كومبلمنت تاني. تمام، شكرا. شكرا لله.
تمام، ممكن نرجع يا شباب. معاك يا دكتور. عايزين بس ان لو في حد بيكتب، يعني احنا في المحاضرة دي بنشرح 3 حاجات: النيميريشن سيستمز واللوجيك كودز واللوجيك جيتس. النيميريشن سيستمز واللوجيك كودز واللوجيك جيتس. النيميريشن سيستمز اللي هي الـ4 اللي احنا قلناهم، وعرفنا ازاي نحولهم باينري لديسيمال. اللوجيك كودز اللي هناخدها في المحاضرة دي البي سي دي والاسكي كود والجراي كود. البي سي دي والاسكي كود والجراي كود. اللوجيك جيتس هم 8 وهناخد الـ8. تمام يا شباب؟ بس يعني لو الدنيا كلها داخله في بعضها، المحاضره دي بنشرح فيها 3 حاجات: النيميريشن سيستمز والاسك واللوجيك كودز واللوجيك جيتس. تمام؟ احنا شرحنا النيميريشن سيستم وبنشرح في اللوجيك كودز، وشرح يعني اللوجيك كودز قلنا نصها المره اللي فاتت وهنشرح نصها المره دي، واللوجيك جيتس قلنا نصها المره فاتت ونشرح نصها المره دي. فاحنا المحاضره دي لوجيك كودز ولوجيك جيتس. الاسك كود ده بسيط جدا، ده لوجيك كودز تاني. طبعا اتمنى الناس تبقى موجوده. على فكره اللي انا اعرفه ان في حاجه اسمها مش عارفه ايه، هناخد اتندنس في الاخر يعني فاهمني. ف طبعا انا مش انا الغلسه، بس هم يعني ده مطلوب. فاي هوب يعني ان في ناس ما تمشيش وتبقى موجوده في المحاضره. طيب بالنسبه للاسكي كود، الاسكي كود ده طريقه الكمبيوتر بيستخدمها عشان خاطر يعمل كودنج للحروف اللي موجوده على الكيبورد. تمام؟ الحروف اللي موجوده على الكيبورد دي لو انت ركزت فيها هتلاقيها كابيتال وسمول وارقام وسبيشال كاركترز. يبقى الاسكي كود ده كود بيستخدم عشان خاطر يعمل كودنج. الكمبيوتر ما بيفهمش اللي انت فاهمه، لازم يحول اللي انت فاهمه ده لحاجات هو فاهمها. فاللي احنا فاهمينه اي بي سي دي، اي بي سي ده هو انت فاهم ان هو اي بي سي، بس هو عايز يشوف الاي بي سي على ان هو 0 1. فبيبدا يستخدم، فبدا خصص حاجه اسمها اسكي كود. ده ستاندرد كود بيستخدم عشان خاطر يتعامل بس، او ان هو يحول بس الليترز والحاجات الموجوده على الكيبورد. اوكي، ده الاسكي كود. لو عايزين نقرا الكلام الانجليزي ده بقول لك ذا امريكان ستاندرد كود اوف انفورميشن انترتشينج. ده اختصار الاسكي كود از ا تيبل اور ليست كونتيننج اول ذا ليترز اوف الفابت بلس ا فرايتي اوف اديشنال كاركترز. يعني الاسكي ده ستاندرد كود، ده اختصاره. ده ستاندرد كود عباره عن جدول او لسته موجود فيها كل الحروف الليترز والليترز والكاركترز بالريبريزنتيشن بتاعها في الباينري. تمام؟ طبعا كل كاركتر از ريبريزنتد باي ان اوردر نمبر، يعني كل رقم بيبقى محطوط مثلا ايه بعدها بي سي دي. هذا طبعا الحاجه دي دلوقتي جدول بيبقى بالمنظر ده. حرف الاي بنعمل له ريبريزنتيشن 1 5 اصفار 1. مش عليك يعني، انا لسه ما حدش ذكرنا عليك او مش عليك، بس خلينا بس نشرح. نعم، مفيش حاجه ظهرت يعني البرزنتيشن دي الـ A والـ B والـ C والـ D. يعني طب دلوقتي هو كل دلوقتي السلايد اللي موجود الاسكي كود، مفيش سلايد تاني. يعني اسكي كود تيبل دي مش ظاهره؟ لا لا يا حرام. ايوه بس ظهرت. ايوه ظهرت اسكي كود. لا ده انا عاملاه من فتره، فواضح ان هي فعلا نت مشكله في النت. تمام. طيب اتفقنا الاسكي كود ده عباره عن لسته او تيبل بيستخدم عشان خاطر يبرزنت كل الكاركترز اللي موجوده على الكيبورد. الحاجات اللي موجوده على الكيبورد مش مجرد حروف، في حروف كابيتال وفي حروف سمول وفي نمبرز. هتلاقي مثلا 0 ل 9 دي ارقام موجوده برده. وبعد كده هتلاقي سبيشال كاركترز. سبيشال كاركترز دي اللي هي الكاركترز اللي بتعمل فانكشن معينه بس مش بتظهر على اثناء الكتابه. هتلاقي مثلا التاب، هتلاقي اف 1 اف 2
فمني في باتونز موجوده على الكيبورد بنسميها سبيشال كاركترز او سبيشال باتونز، دي مش بتظهر اثناء الكتابه بس بتعمل فانكشن معين. فالاسكي كود جاي عشان بريزنت كل الحاجات دي. الكابيتال نعمل تاني كده، هتلاقي ايه ان في حاجات برنتابل وفي حاجات نون برنتابل. اتمنى طبعا البرزنتيشن دي هي اللي تبقى ظاهره. انا في حاجه ايه اللي ظاهر قدامكم؟ الاسكي كود هيعتبر اسكي تيبل. طيب لما تظهر قدامكم البرزنتيشن اللي ظهر قدامي يبقى حد يقول لي. ما لو زهرة وانتوا بتغلسوا يبقى طبعا دي طلبة ظريفة. والله ايه بقى؟ لا لا مفيش حاجة زهرة اسكي كود تو ايتيبل. بس دكتور انا كان عندي سؤال لو سمحتي. هو المفروض ان شاء الله الساعة 12 الا تلت، يعني كمان 7 دقايق في عندي سيكشن، فالمفروض حضرتك المحاضرة دي هتخلص انت ان شاء الله. المحاضرة أنا ما يعني المحاضرة دي المفروض تخلص 11 وتلت، 11:40 دقيقة. والساعة كام دلوقتي؟ 11:33 وما شاء الله فاضل 6 دقايق. فأنا طبعا ماشي يعني هحاول أخلص في 6 دقايق، ما عنديش مشكلة. أنا طبعا مش حابة طبعا نشرح حاجة وفي حد مش موجود، بس طبعا هي دي اول مره بس انا بعد كده همانج التايم بان اللي انا عايز اشرحه هو اللي يتشرح. او ممكن ابعت الحاجه اللي ما اتشرحتش في فيديو لوحده. تمام تمام يا دكتور. خلينا بس عشان ال5 دقائق دول في حد سمعته ان قال البرزنتيشن دي ظهرت اللي ظهر قدامي دلوقتي ظهر حاليا. فالاسكي كود ده تاني كود هناخده بعد البي سي دي، والاسكي كود ده عباره عن تيبل او ليست بستخدمه عشان خاطر يعمل ريبريزنتيشن انتو باينري لكل الارقام اللي موجوده لكل الحاجات اللي موجوده على الكيبورد. الحاجات اللي موجوده على الكيبورد دي بنقسمها ل 94 برنتبل كاركترز و 34 نون برنتبل كاركترز. برنتبل يعني بتظهر اثناء ما انت بتيجي تكتبها. تمام. ونون برنتبل حاجات مش بتظهر لما بتيجي تكليك عليها، بس تك كنترول تك مثلا اف 1 اف 2 ما بتظهرش، هي انت بتك عليها عشان تعمل فانكشن معينه. تمام. فالاسكي كود عرفنا الفانكشن بتاعته وعرفنا هو بيستخدم في ايه. ال 94 برنتبل كاركترز عباره عن انجلش ليترز وديسمال نمبرز وطبعا السمول انجلش ليترز الكابيتال والسمول 26 في 2 لان الانجليش 6 الكابيتال 26 والسمول 26 في 26 في 2. عندك الديسمال ب 10 فيبقى عندي تضيف عليهم 10. بعد كده في سبيشال كاركترز اللي هي الدولار ساين والاندرسكور والحاجات دي كلها، دي بتظهر اثناء الكتابه عباره عن 32. لو جمعت ال 32 مع ال 10 مع 26 في 2 هيديك 94 برنتبل كاركترز. بالنسبه للنون برنتبل كاركترز هو عباره عن 34. قلنا طبعا عباره عن الحاجات اللي ما بتظهرش اثناء الكتابه. في الاخر انت دلوقتي لما بتقول لي انا عندي 94 و34 محتاج كام بت عشان خاطر تسيف تريبريزنت الارقام دي كلها؟ محتاج 7 بتس. فالاسك كود دايما ات از كومبوزد اوف 7 بتس، محتاج 7 بتس عشان خاطر ابريزنت كل الحاجات دي كلها. فايه هو الاسك كود وبيريبريزنت ايه بالظبط؟ وهو بيستيفد فيه 7 بت. احيانا في بعض الكتب بيتقال ان هو بيتسيف في 8 بتس بس مش مهم، هو اللي احنا ناخده ان هو بيتسيف في 7 بتس. اوكي. طبعا في الجدول ده من الجدول يبقى ظاهر ده مثال يعني للريبريزنتيشن للحروف اللي هي الكابيتال. عندي الحرف الكابيتال بنعمل له ريبريزنتيشن بالرقم اللي اسمه 4 65. فلو شفت الرقم اسمه 1501 وحولتها للباينري هيطلع لك 65. حرف البي بعمل له ريبتيشن بالرقم بالديسمال اسمه 66 وبالباينري الرقم ده. مش عليك الجدول، السؤال اللي هيتسال هل الجدول ده علينا مش علينا. تمام. يعني حفظ الجدول، يعني حفظ الجدول نفسه عليك مش عليك. خلاص. هيجي سؤال هيبقى فيه شيت في سؤال عن الاسكي كود هيبقى فيه، بس هيديك انت عنه بحيث ان مثلا ممكن يقول لك الاي بيبدا من 65 تبدا انت تكمل بقيه الحروف. تمام. يعني الاسكي كود علينا
في اسئله في الشيت عن الاسك كود في الجدول ده كله حفظ؟ لا، هيبقى فيه هنت عليها بحيث ان تفهم من خلال الهنت دي ان انت الايه بيبقى الريبرزنتيشن بتاعه في الديسمال 65. تبدا بقى تجمع بقى البي هيبقى 66 لغايه حرف الزد ده هيبقى 90. تمام، ده كان سؤال المفروض يتسال ودي اجابته. بالنسبه للوجيك كودز، اللوجيك جيت احنا طبعا عرفنا ايه هي اللوجيك جيتس، وعرفنا ان اللوجيك جيت بيبقى فيه كذا لوجيك جيتس بيتجمعوا ببعض عشان يعملوا فانكشن معينه. واللوجيك جيت ار ذا فاندمنتال كومبوننت اوف اني ديجيتال سيركت. واللوجيك جيت بيبقى لها انبوت بيبقى لها اوتبوت، والانبوت ممكن يكون كتير بس بيبقى لها اوتبوت واحد بس. عدد اللوجيك جيتس 8، خدنا منهم 4، هنشرح الاربعه التانيين. كمراجعه، اللوجيك جيت الاولانيه نوت، اللوجيك جيت الثانيه بفر، وكان النوت البفر بتطلع الانبوت زي ما هو از ات از، لكن النوت كانت بتريفرس الانبوت، لو كان داخل لي زيرو بتطلع 1، لو كان داخل لي 1 بتطلع زيرو. مش بشرح بسرعه، الحاجه دي اتشرحت في المحاضره اللي فاتت. الاند والاور، الاند والاور دول تو لوجيك جيتس، الاثنين تقريبا شغالين عكس بعض. محتاج اشرح ايه الاند والاور عشان خاطر اللي هيشرح دلوقتي هو عكس الاند وعكس الاور. حاجه اسمها ناند وحاجه اسمها نور. الناند هي الاند نوت، يعني بتطبق اند وبعد كده تعمل نوت الاوبريشن اللي حصلت. تمام، هو باشمهندس هو اللي عنده محاضره اونلاين، ممكن برضو الباشمهندس اللي هيدخل ما يدخلش في نفس الوقت. انا مش هشرح بسرعه، انا لازم اشرح الاربعه جيتس دول، بس يعني ممكن اخد دقيقتين زياده بره الوقت. دكتور لو سمحتي، احنا عندنا دلوقتي سيكشن، عندنا سيكشن بدا دلوقتي، بدا بقاله دقيقتين او ثلاثه، فهو حضرتك هتخلصي امتى؟ هو مش قادر اتخيل الصراحه ان انا في الاخر شرحت سبتراكشن بس معايا؟ معاك يا دكتور، بس احنا نعمل ايه دلوقتي؟ يعني لا انا بحسب بس الميتنج لما بدلها تايم. انا بحسب بس الميتنج لما بدلها تايم، انتوا بتخرجوا بعد، يعني لو الوقت خلص جه 40 سي جت 40 دلوقتي، بحسب انتوا كده خلاص خرجتوا بره الميتنج. ده كان سؤال يعني، انما اجابه سؤال كنتوا. هحاول اعمل تسجيل للحاجه اللي فاضله في برزنتيشن لوحدها، في فيديو هيظهر له. اتمنى طبعا ان شاء الله تفهموا من التسجيل، وما فهمتوش هيتقال في المحاضره، بس اتمنى ان احنا ما ناخدش محاضرات كتير. يعني مش اعتمدوا على التسجيل اللي انا هعمله، اعتمدوا اعتماد كبير، لان لما اكون في محاضره بتاعه الكليه مش هشرح. بالنسبه للاتندنس هسال لو في حد مش فاهم حاجه بس. نعم طب يا دكتور، حضرتك في الاتندنس الاتندنس، هو انا مضطر ان انا اعمل اند الميتنج عشان الاتندنس يتعمل صح؟ طيب انا هعمل اند لا يا دكتور، حضرتك بتخش على القائمه هي فيها الاسماء تمام. هو انا عملت داونلود اتندنس ليست وما اعرفش هيداونلود بيداونلود بقى على مايكروسوفت تيمز ولا عندي على الجهاز؟ لا عند حضرتك في الداونلود. تمام، انا عملت داونلود بس عايزين نتفق ان اللي فاضل في المحاضره هعمله في فيديو. اوكي، وهتفهموا من الفيديو بس يعني مش يا حبيبي عايز تتفضل اتفضل. لو طلع في مشاكل في الاتندنس المره دي مش هعمل مشاكل، هكونسيدر من المره الجايه. هو نزل عندي. تمام تمام يا دكتور، شكرا. دكتور ايوه رزقك، ممكن تجيب السلايد بتاع الاسكي كود تيبل؟ انا دلوقتي جايب البرزنتيشن بتاع الاسكي كود تيبل. هو دلوقتي اللي ظاهر النوت جيت، مش الاسكيو كود تيبل.
هتيجي هتيجي هتظهر. هو بس الرقم اللي قبل ال 65 اللي هو 41، وفي رقم بعد ال 65 101، ايه الارقام دي؟ ما لكش في الجدول يعني، ركز بس على الـ A65 الباينري بتاعه 1501. تمام. طب يعني ايه ال 65 دي؟ يعني الديسيمال ريبريزنتيشن للرقم ده، يعني الـ A بعمل لها ريبريزنتيشن في الديسيمال ب 65، في الباينري 1501. لو انت ركزت تبص على الجدول الباينري مثلا، لحظه واحده بس، شوف الجدول، في جدول تاني ظهر شفته؟ اسكيو تيبل سب سيت اوف كنترول. ايوه ركز بقى، هتلاقي اول حاجه باينري تمام، تاني حاجه اوكتال، بعد كده ديسيمال، بعد كده ديسيمال. انا عايز اركز على الباينري والديسيمال اللي هو كان هيماب بعد كده. لو انا طلعت على الجدول اللي فوق هتلاقي 65 و1 3 5 0 1، فاهمني؟ بس يبقى عندك الباينري والديسيمال والرقم والكاركتر نفسه، ده اللي انت المفروض تركز فيه. لما تيجي تسال في الشيت هتسال على الحروف الكابيتال والسمول بس. مثلا اكتب اسمك بالاسكي، مثلا اسمك احمد، فتكتب احمد، شوف الحرف الاي الريجستر بتاعه عامل ازاي والاتش بتاعه عامل ازاي، الاي كابيتال ولا سمول، بيختلف من كابيتال للسمول، فاهمني؟ ف بتعمل ريبريزنتيشن. نعم انا قصدي بس ان هو مثلا في الديسيمال اللي هو 65 ده بياخد 7 بيتس مثلا في الباينري، لما اجي اسجلهم او احدهم بدل ما بحفظهم مثلا يعني. هو انت مش هتعرف تحفظهم يعني، مش صعب يعني، صعب انك تحفظ ان لازم بس انت اللي تعرف تحفظه قوي، ان حروف الكابيتال بدايتها ايه والايه ريبريزنتيشن بالديسيمال 65 تمام. هتبدا بعد كده تفهم بقى ان البي والسي والدي، ان البي 66 والسي 67 كهيومن يعني لوحدك هتفهم ان ايه كذا. عايز تساعد نفسك عادي، بتروح كاتب مع نفسك كده ان الايه 65